الله اكبر الله اكبر الشهادة لله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الرسول حيا على الصلاة

الله <سؤال> رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

سعيد بن زيد سعيد کے والد کا نام زيد بن اور والدہ کا نام فاطمة بنت باجة من الصحابة الذين أذكرهم اليوم سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه فاسم والدي سعيد زيد بن عمر واسم أمه فاطمة بنت بعجة وكان من قبيله عدي بن كعب بن لؤي وكان يكنى ابا الاعور وقيل ابو ثور ايضا كان طويل القامه حنطي اللون كثيف الشعر وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويصل نسبه في الجيل الرابع اي عند نفيل بسيدنا عمر رضي الله عنه بينما يصل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند كعب بن لؤي في الجيل الثامن <applause> لقد تزوج عمر رضي الله عنه عاتكة أخت سعيد وهو تزوج أخت عمر رضي الله عنه وهي نفس التي تسببت في اسلام عمر رضي الله عنه كان والد سعيد زيد بن عمرو في الجاهليه يعبد الها واحدا وكان يبحث عن دين ابراهيم عليه السلام وكان يقول ان الهي اله ابراهيم وانه يدين بدين ابراهيم نفسه ففي ذلك الزمن ايضا كان ثمه موحدون احيانا يسال بعض الاولاد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اكبر موحد وكان يعبد الها واحدا كان زيد بن عمرو يجتنب كل نوع من الفسق والفجور بل أكل ذبيحة المشركين أيضا فقد ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلده وهو واد على طريق التميم غرب مكه قبل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم سفره فابى ان ياكل منها ثم قال زيد اني لست اكل مما تذبحون على انصابكم ولا اكل الا ما ذكر اسم الله عليه يقول حضره الخليفه أي لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم حذرا أنه قد يكون قد ذبح على اسم غير الله، فقال زيد أنا أيضا لا آكل ما ذبح باسم غير الله. يتابع حضرته سرد الرواية. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله انكارا لذلك واعظاما له انتهت الروايه لما كان زيد بن عمرو يكره الكفر والشرك سافر طويلا الى اقصى البلاد بحثا عن الحق فعن سفره هناك روايه في صحيح البخاري كالتالي عن ابن عمر ان زيد بن عمرو بن نفيل خرج الى شام يسال عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فساله عن دينهم فقال اني لعلي ان ادين دينكم فاخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله قال زيد ما افر الا من غضب الله ولا احمل من غضب الله شيئا ابدا وان استطيعه فهل تدلني على غيره قال ما اعلمه الا ان يكون حنيفا

فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأن أستطيع فهل تدلني على غيره قال ما اعلمه الا ان يكون حنيفا قال وما الحنيف قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله فلما راى زيد قولهم في ابراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم اني اشهد اني على دين ابراهيم لقد وجد زيد بن عمرو زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه توفي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. عن عامر بن ربيعه قال: كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين وكره النصرانيه واليهوديه وعباده الاوثان والحجاره. واظهر خلاف قومه واعتزل الهتهم وما كان يعبد اباءهم ولا ياكل ذبائحهم فقال لي يوما يا عامر اني خالفت قومي واتبعت مله ابراهيم وما كان يعبد ولده اسماعيل من بعده فقال وكانوا يصلون الى هذه القبله

قال عمر فلما تنبا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت واخبرته بقول زيد واقراته منه السلام فرد عليه رسول الله السلام وترحم عليه وقال قد رايته في الجنه يسحب ذيولا كان زيد بن عمرو يفتخر كثيرا بأنه موحد، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة، يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها انا اكفيكها مؤونتها فياخذها فاذا ترعرعت قال لابيها ان شئت دفعتها اليك وان شئت كفيتك مؤونتها اي انفق على زواجها وغير ذلك عن اسماء بنت ابي بكر قالت لقد رايت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره الى الكعبه يقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما اصبح منكم احد على دين ابراهيم غيري وكان يقول اللهم لو اني اعلم احب الوجوه اليك عبدتك به ولكني لا اعلمه ثم يسجد على راحته وعن سعيد بن المسيب ان زيد بن عمرو توفي قبل خمس سنوات من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان قريش يبنون الكعبة، فقال عند وفاته: أنا على دين إبراهيم. <applause> كنت أتكلم عن سعيد بن زيد. فتطرق الحديث ضمنيا الى ذكر والده. فقد نال الابن المقام السامي ببركه حسنات ابيه، وهو الاخر قد سجل ذكره في التاريخ وبينته لكم. فهذه الروايات موجوده في البخاري ايضا. على كل حال اتناول الان ما بقي من ذكر سيدنا سعيد بن زيد. ذات يوم جاء سيدنا سعيد بن زيد وسيدنا عمر بن الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن زيد بن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله زيد بن عمر وغفر له فقد مات على دين ابراهيم. وبعد ذلك كلما ذكر المسلمون زيد بن عمرو دعوا به بالرحمه والمغفره وفي روايه اخرى سال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يبعث امه وحده يوم القيامه كان سيدنا سعيد بن زيد كما ذكر سابقا زوج اخت سيدنا عمر رضي الله عنه وكان عمر رضي الله عنه تزوج اخت سعيد بن زيد رضي الله عنه السيده عتكه اسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمه بن الخطاب في صدر الاسلام وكان إسلامهما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقام <applause> كانت زوجة سعيد سببا لإسلام عمر كما ذكرت سابقا ومر التفصيل ذلك سابقا في ذكر خباب بن الأرد. ولكن بما ان الامر يتعلق بسعيد ايضا لذلك اسرده هنا ايضا بشكل مختصر <applause> كتب ميرزا بشير احمد في كتابه سيره خاتم النبيين كما يلي لم يمر على اسلام حمزه الا بضعه ايام وقد ارى الله تعالى المسلمين مناسبه اخرى للفرحه وهي اسلام عمر الذي كان الى الان من اشد المعارضين كان طبع عمر قبل الاسلام يتسم بالشده ولكن عداوه الاسلام قد زادتها اكثر فكان عمر قبل إسلامه يعذب الفقراء والمستضعفين من المسلمين بسبب إسلامهم، ولكن عندما تعب من إيذائه لهم وإيلامهم دون أن يرى رجوع أحد منهم عن الإسلام، خطر بباله أن يقضي على مؤسس هذه الفتنة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بهذه النية والسيف بيده، فراه شخص في الطريق فساله الى اين تذهب حاملا السيف بغير جراب فقال عمر اريد ان اقتل محمدا فقال له هذا الشخص تفقد اولا بيتك فان اختك وزوجها قد اسلما فرجع عمر لتوه قاصدا بيت اخته فاطمه وعندما بلغ بيت اخته سمع صوت تلاوه القران الكريم ينبعث من الداخل حيث كان خباب بن الارت يتلو القران الكريم بصوت جميل ازداد عمر غضبا وغيظا لدى سماع هذا الصوت ففتح الباب ودخل الى البيت مسرعا اختبأ خباب في احد الاماكن هناك فور سماعه صوت الخطوات المتسارعه، وقامت فاطمه اخت عمر باخفاء الاوراق القرانيه جانبا، قال لها عمر ولسعيد بن زيد بلغني انكما تخليتما عن دينكما، قال هذا وهب لضرب زوج اخته سعيد بن زيد تقدمت فاطمه لانقاذ زوجها الا ان هجمه عمر كانت شديده بحيث اصيبت فاطمه بجرح تشجعت فاطمه بعد جرحها وقالت بكل شجاعه نعم لقد اسلمنا فافعل ما بدا لك ولا نستطيع ان نتخلى عن الاسلام الان فلما سمع عمر قول اخته النابع عن الشجاعه رفع بصره ونظر اليها فاذا وجهها مصبوغ بالدم لانها اصيبت على وجهها بجرح كان ينزف دما لقد أثر هذا المشهد في قلب عمر تأثيرا عجيبا فقال لأخته أريني ذلك الكلام الذي كنتما تقرأانه قالت فاطمة لن أعطيك إياه لأنك ستضيع تلك الأوراق فوعد عمر أنه لن يفعل ذلك بل سيردها إليها بعد الاطلاع قالت فاطمة مع ذلك لا يمكن أن تعطى لك قبل أن تغتسل فاذهب واغتسل اولا. فلما انتهى عمر من الغسل، اخرجت فاطمه اوراق القران وقدمتها امامه. فتناولها فاذا هي الايات الاولى من سوره طه. فراح يقرا فيها بقلب مرحوب. كانت فطرته سعيده كما كان هناك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عمله فلدى قراءته لها اخذت كل كلمه تدخل الى قلبه ظل عمر يواصل القراءه الى ان وصل الى قوله تعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلما قرا عمر رضي الله عنه هذه الايه تفتحت عيناه واستيقظت فطرته فجاه فقال من تلقاء نفسه ما اعجب هذا الكلام الطيب فلما سمع خباب هذه الكلمات خرج من مكمنه فورا وشكر الله على أن هدايته والتغيير الحاصل في موقفه لهو ثمرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس فقط يدعو الله بإلحاح وضراعة أن يهدي للإسلام عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أي أبا جهل. سأل عمر خبابا دلني على الطريق الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متلهفا ومتحمسا لدرجه انه لم يشعر بان السيف لا يزال مسلولا في يده ولم يخطر بباله ليرجعه الى غمده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذاك في دار الارقم فدله خباب على الطريق اليه توجه عمر رضي الله عنه الى هناك وطرق الباب وحين راى الصحابه من شقوق الباب ان الطارق هو عمر وفي يده سيف مسلول ترددوا في فتح الباب ولكن الرسول امرهم بفتح الباب وكان حمزه ايضا هناك وقال هو الاخر افتحوا الباب فاذا كان قد جاء بصالح النيه فجيد والا سوف اقطع راسه بسيفه هو ففتح الباب ودخل عمر رضي الله عنه مع السيف المكشوف فتقدم اليه النبي صلى الله عليه وسلم وامسك بطرف ثوبه بقوه وهزه وساله باي نيه جئت فقال عمر يا رسول الله لقد جئت لاسلم فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات كبر بحماس وفرحه وكبر معه الصحابه الله اكبر الله اكبر, الله أكبر، ورددت قمم الجبال صدى الصوت هذا كان سعيد بن زيد الذي كان سببا في اسلام عمر. كان سعيد بن زيد من المهاجرين الاوائل. اقام لدى وصوله الى المدينه عند رفاع بنت عبد المنذر اخي ابي لبابه. لقد اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رافع بن مالك وفي روايه آخى بينه وبين أبي بن كعب لم يستطع سعيد بن زيد أن يشترك في غزوة بدر إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه في الغنائم وبناء عليه فجميع صحابة الذين عدوا ممن شهدوا بدرا بشكل أو بآخر أو ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسهمهم في الغنائم فانهم يعتبرون من الصحابه البدريين <applause> لقد مر في ذكر طلحه بن عبيد الله سبب عدم تمكن سعيد من الاشتراك في غزوه بدر ولكن ذكره هنا ايضا ضروري لذلك اتناول سرده هنا ايضا ولا سيما انه قد مضى على ذكره شهران او ثلاثه على اي حال وكان سبب عدم مشاركته في غزوه بدر ان النبي صلى الله عليه وسلم توقع عير قريش قافله من الشام فقبل خروجه من المدينة بعشرة أيام أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ليتحسب خبر عير قريش هذه فخرج حتى بلغ الحوراء فلم يزال مقيمين هناك حتى مرت بهم العير والحوراء ميناء تقع على البحر الأحمر كانت تمر منه القوافل السارية بين الحجاز والشام على أي حال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قبل رجوع طلحة وسعيد إليه خبر مرور غير قريش ودون إرادتها للعودة إلى تلك الناحية فندب أصحابه للخروج من أجل ملاقاة القافلة ولكنها استطاعت الإفلات عندما مرت القافله الاولى لم تكن الاخبار الكامله والصحيحه وصلت النبي صلى الله عليه وسلم غير ان القافله مرت من هناك فندب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وخرج يقصد القافله الا انها اتخذت طريقا ساحليا وانفلتت سريعا وأخذت تواصل السير ليل نهار اختفاء من نظر الباحثين عنها، وتغير أهلها سير القافلة، فلم يتم اللقاء معها في الطريق الذي كان من المتوقع الالتقاء فيه على أي حال بعد ذلك عاد طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى المدينة المنورة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر العير ولم يعلم بخروجه صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر فقدم المدينة في اليوم الذي حدثت فيه المعركة بين المسلمين وقريش ببدر فخرج من المدينة للمثول عند النبي صلى الله عليه وسلم فلقياه منصرفا من بدر بتربان وهي واد على بعد تسعه عشر ميلا من المدينه تكثر فيه عيون ماء عذب واقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابه الى بدر وكانت هذه عير اخرى التقى بها النبي صلى الله عليه وسلم ببدر اما القافله التجاريه الاولى فكانت قد انفلتت من هناك ولكن العير التي خرجت من مكه او جيش مكه الذي جاء للهجوم على المسلمين هم غير القافله التجاريه القادمه من الشام وحصل معه الاشتباك في بدر على كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج يستطلع اخبار القافله التجاريه ولم يكن يعلم ان هناك جيشا قادما من مكه ايضا ثم تذكر الروايه ان طلحه وسعيد لم يشتركا في وقعه بدر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاهما نصيبا من غنائم بدر وعدهما ممن شهد بدرا كان سعيد بن زيد من العشره المحظوظين المبشر لهم بالجنه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم المبارك في هذه الدنيا يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل واحد من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي عبيدة بن الجراح وقال إنهم من أهل الجنة جبير قال سعيد بن زيد اشهد على التسعه انهم في الجنه ولو شهدت على العاشر لم اثم فقيل له كيف ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء اثبت حراء انه ليس عليك الا نبي او صديق او شهيد فقيل له ومن التسعه قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف فقيل له ومن العاشر قال انا قال سعيد بن جبير: كانوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وسعيد بن زيد يقومون أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، أي دفاعاً عنه، ويقومون وراءه في الصلاة. وروى حكيم بن محمد عن أبيه: أن سعيد بن زيد كان قد نقش في خاتمه آية قرآنية لما خرجت الجيوش الإسلامية للحرب في ناحية الشام في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه كان سعيد بن زيد قائد الجنود المشاه تحت إمرة أبي حبيدة رضي الله عنهما وشارك في الحرب بكل بسالة وشجاعة في حصار دمشق والمعركه الحاسمه في اليرموك عين ابو عبيده والمعارك دائره سعيد بن زيد رضي الله عنهما اميرا على دمشق فكتب لابي عبيده اني لا اطيق ان تشترك في الجهاد وانا محروم منه فمجرد ان يصلك كتابي ترسل شخصا اخر اميرا على دمشق بدلا مني وسوف الحقك باسرع ما يمكن فاضطر ابو عبيده رضي الله عنه ليرسل يزيد بن ابي سفيان اميرا على دمشق وشهد سعيد بن زيد الحرب الثانيه لقد وقعت انقلابات وحروب داخليه عديده امام اعين سعيد بن زيد رضي الله عنه ولكنه اعتزل هذه الخصومات كلها لزهده وتقواه، غير انه كان لا يتردد في ابداء رايه في الناس بكل حريه. فعندما استشهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، كان سعيد بن زيد يقول في مسجد الكوفه: لا غرابه لو زلزل جبل احد بسبب ما فعلتم بعثمان رضي الله عنه. وكذلك ذكر ذات يوم المغيره بن شعبه علي بن ابي طالب بسوء في المسجد الاكبر في الكوفه فقال له يا مغيره بن شعب يا مغيره بن شعب ثلاثا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء العشره في الجنه وعلي منهم وكان سعيد بن زيد رضي الله عنه مجاب الدعوه اتهم مره بالاستيلاء على ارض بغير حق وبذلك انه كانت لاروى بنت اويس ارض بالقرب من ارضه فشكته الى مروان بن الحكم وهو امير المدينه لمعاويه وقالت انه ظلمني ارضي فارسل مروان رجاله لتحري الامر فقال سعيد اتروني ظلمتها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من ارض طوقه يوم القيامه من سبع ارض ثم قال اللهم ان كانت كاذبه فلا تمتها حتى تعمي بصرها وتجعل قبرها في بئرها وورد انها ذهب بصرها ثم ذات يوم كانت تمشي في دارها فوقعت في بئرها فكانت قبرها فصارت مضرب المثل بين اهل المدينه حيث كانوا يقولون أعماك الله كما أعمى أرواه <applause> توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه يوم الجمعة في السنة الخمسين أو الواحدة والخمسين من الهجرة وسنه حوالي سبعين سنة وفي رواية وسبعون سنة كانت داره في ضواحي المدينة بمكان يسمى العقيق علما ان في الجزيرة العربية عدة وديان باسم الحقيق واهمها الواقع في ضواحي المدينة وهو ممتد من جنوب غرب المدينة الى شمال شرقها وتنصب فيه كل وديانها كان عبد الله بن عمر يستعد للجمعه حتى سمع بوفاه سعيد بن زيد، فاتجه الى العقيق فورا وترك الجمعه، وقام سعد بن ابي وقاص بغسله، وجاء الناس حاملين نعشه على اكتافهم الى المدينه، ثم ان عبد الله بن عمر صلى عليه الجنازه ودفن في المدينه، وفي روايه ان عبد الله بن عمر سمع خبر وفاه سعيد بن زيد وهو يستعد للجمعه فترك الجمعه وخرج الى سعيد بن زيد فغسله وعطره وصلى عليه الجنازه وروت عائشه بنت سعد قام سعد بن ابي وقاص بغسل سعيد بن زيد وعطره ثم اتى البيت واغتسل وعندما خرج من البيت قال للناس: لم اغتسل لاني غسلت سعيد بن زيد، وانما اغتسلت بسبب الحر. صلى عبد الله بن عمر على سعيد بن زيد صلاة الجنازه، ونزل سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر في قبره، اي لكي لا يضعه في اللحد. وتزوج سعيد بن زيد عشر زيجات في أوقات مختلفة وكان له منهن ثلاثة عشر ابنا وتسع عشرة بنتا أختصر هنا ذكر سعيد بن زيد رضي الله عنه وأذكر الآن الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان اسمه في الجاهلية عبد عمر وفي رواية أخرى عبد الكعبة، وعندما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، كان من بني زهرة بن كلاب. عن سهلة بنت عاصم قالت: كان عبد الرحمن بن عوف أبيض، واسع العينين، أهدب الأشفار، أقنى الأنف، طويل النابين الأعليين، له جمه اسفل من اذنيه وكان طويل العنق ضخم الكفين غليظ الاصابع عن عبد وعن ابراهيم بن سعد عن ابيه كان عبد الرحمن رجلا طويلا ابيض مشرب حمره لم يغير شعره بخضاب حسن الوجه رقيق البشره ويقال كان اعرج القدم وذلك نتيجه اصابته في سبيل الله تعالى في غزوه احد. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشره المبشرين بالجنه وكان احد السته من اصحاب الشورى الذين عينهم سيدنا عمر رضي الله عنه لانتخاب الخليفه بعده وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راضي. كان من بين القلة من الناس الذين كانوا يحرمون الخمر على أنفسهم في الجاهلية. وكان أحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلام. وكان إسلامه على يد أبي بكر الصديق قبل اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم مركزا لنشر دعوته. اشترك في كلتا الهجرتين الى الحبشه هناك روايه في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينه اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع اني اكثر الانصار مالا يقول حضره الخليفه علما ان هذه الروايه قد ذكرت في ذكر سعد بن الربيع ايضا واذكرها هنا ايضا تقول الروايه ولي امراتان فانظر اعجبهما اليك فسمها لي اطلقها فاذا انقضت عدتها فتزوجها قال بارك الله لك في اهلك ومالك اين سوقكم فدلوه على سوق بني قينقاع فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن ثم تابع الغدو ثم جاء يوما وبه أثر صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم قال تزوجت قال كم سقت إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا رجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة، أي بارك الله تعالى في تجارته كثيرا. شهد عبد الرحمن بن عوف بدرا وأحدا وجميع المواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن عوف: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فاذا انا بغلامين من الانصار حديثه اسنانهما تمنيت ان اكون بين اضلع منهما فغمزني احدهما فقال يا عمي هل تعرف ابا جهل قلت نعم ما حاجتك اليه يا ابن اخي قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لان رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الاخر فقال لي مثلها فلم انشب ان نظرت الى ابي جهل يجول في الناس قلت الا ان هذا صاحبكما الذي سالتماني فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال ايكما قتله قال كل واحد منهما انا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله لقد ذكر حادث قتل ابي جهل من قبل ايضا ولكنني ساعيده هنا بايجاز فقد ورد في بعض الروايات ان ابني عفراء ضرباه حتى اوشك على الموت ثم قطع عبد الله بن مسعود عنقه ويرى الامام ابن الحجر الاسقلاني ان معوذ بن عفراء ضربه بعد معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء تلخيصا عن فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان هذا الحادث كان ابو جهل رئيس مكه وقائد جيشها يوم بدر يقول عبد الرحمن بن عوف احد قاده المسلمين المحنكين انه فيما كان ابو جهل يصف جنوده في بدر نظرت يمنه ويسره فاذا بصبيين انصاريين يبلغان الخامسه عشره فقلت في نفسي لن استطيع اليوم شفاء نفسي اثناء القتال لان معي لسوء حظي صبيين من الانصار عديم الخبره بالقتال وبينما انا في ذلك حتى غمزني الذي على يميني فقال يا عمي ادن مني لاني لا اريد ان يسمع صاحبي ما ساقول في اذنك فاقتربت منه فقال عمي أرني أبا جهل الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا فإني أريد قتله. وما أن أنهى كلامه حتى غمزني الصبي الذي على يساري فقال: يا عمي من هو أبو جهل الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا فإني أحب قتله اليوم. ويقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كنت مقاتلا محنكا الا اني لم اتصور اني قادر على قتل قائد جيش الكافرين ابي جهل الذي كان يقف وسط حلقه من جنوده الخبراء بفنون الحرب فاشرت لهما بيدي وقلت وذلك الشخص المختفي في الخوذه والدرء والذي يحرسه مقاتلون اشداء بسيوفهم وكنت اعني بذلك ان قتلهما هذا الرجل دونه خرط القتاد ولكن لم تكد يدي تهبط بعد الاشاره حتى انقض الصبيان نحو ابي جهل انقضاض الصقر على العصفور واخذ يشقان صفوف الكافرين وكان عكرم المقاتل المحنك المغوار يحرس اباه ابا جهل من امامه ولم يدر بخلده او غيره قصد الصبيين اللذين اقتربا بسرعه بالغه من الحراس الشاهرين سيوفهم ومع ذلك لم يستطيعوا ان ينزلوا سيوفهم قبل فوات الاوان الا واحدا منهم الذي قطع يد احد الصبيين ولكن الذي يرى بذل النفس رخيصا لا يعيقه قطع يده عن قصده، فما زال الصبيان يشدان على الحراس كالصخرة المتدحرجة من اعلى الجبل حتى انقضى على ابي جهل بسيفيهما، فوقع صريحا قبل ان تبدا الحرب فعلا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجدت ابا جهل في حاله الغرغره بعد انتهاء القتال فقلت له كيف حالك قال اموت بحسره ليس القتل عارا ولكن لو غير اكار قتلني يعني ليتني لم اقتل بيد صبيين من الانصار المزارعين بل قتلني غيرهما ذلك لان اهل مكه كانوا يحتقرون اهل المدينه الذين كانت حرفتهم الزراعه ثم قال ابو جهل لابن مسعود اني في اذى شديد فاعمل لي معروفا واقتلني بضربه سيف ولكن اقطع عنقي طويله لان قطع العنق طويله من علامات القائد فرضي ابن مسعود رضي الله عنه بقتله ليخلصه من العذاب ولكنه قطع عنقه قريبا من الذقن وهذا يعني ان رغبته الاخيره ايضا لم تتحقق <applause> لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الحادث في بيان تضحيات وكيفيه حب الصبيان للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يريدون ان ينتقموا من اعدائه لقد ذكر هذا الحادث من قبل ايضا على اي حال هذا بيان التضحيات والحب الذي بسببه ما كانوا يبالون بانفسهم وساواصل <applause> الحديث مستقبلا باذن الله في بيان سوانح عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه <ه Wales> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد محمد أن محمدا عبده رسوله عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر